احنا ما بندفعوش بس عشان زيادة الرسوم وجدول الأعمال والكلام ده، احنا بنتكلم على غرامة المحامي، فين دور النقابة واللجان بتاعت النقابة اللي بتقف جنب المحامي في المحاكم والإهانات والانتهاكات من الموظفين اللي بتحدث ضد المحامي وحقوقه، ضد ان هو يقوم بواجبه كمحامي ورسالة المحامية. شكرا. والآن نستمع لشهادة الأستاذ الصحفي بوكالة أونا. تفضل. السلام عليكم. بكر الشرقاوي صحفي بوكالة أونا. أنا كنت نازل عشان أغطي الجمعية العمومية لنقابة المحامين. بدأت إن أنا أصور في الأول، كان في جو غير عادي وكان في هرجلة طبيعية وكانش في تنظيم. حاولت إن أنا أصور على قد ما أقدر. بدأ الموضوع أو المشادة حصلت قدامي كانت مشادة ما بين بعض المحامين وبين محامين آخرين أعضاء في النقابة، كانوا بيوزعوا ورقة اسمها تحرر لسحب الثقة من مجلس النقابة. بدأت المشادات دي أول مشادات دي كانت قدامي معايا. حاولت ان انا اصور شويه، حاولت ان انا اصور منها حاجه. بعد كده دخلت لما تم قفل باب التصويت ونقل الصناديق جوه قاعه الحريات بنقابه المحامين، دخلت جوه القاعه عشان ارصد الفرد. بعد كده لقيت طبعا زي معظم زي الفيديوهات اللي تم عرضها ان في ناس اعضاء في النقابه كان معاهم اوراق تصويت جم عشان يصوتوا، قالوا لهم لا تم قفل باب التصويت. وكان في معظم المشكله كانت محامين من بني سويف، وكان نقيب المحامين في بني سويف هو اللي كان واقف قدامي وكان موجود. حصلت مشادات من بينهم وبين بعض، وساعتها كانوا يعني تطور الامر ان هما بدا ان بين المحامين وبين بعضهم ان يحصل يعتدوا على بعض. حصل اشتباك ما بينهم. بدات ان انا اصور، لقيت في ناس جت تمنعني ان انا اصور، انا وزميل صحفي ليا في التدليل. بدأت ان احنا نصور، منعونا من التصوير، قلنا لهم احنا مالناش دعوه، احنا في الاول وفي الاخر احنا بنرصد حاجه وبنصور حاجه موجوده. الذنب من ذنبنا ان انتوا تتخانقوا مع بعض او تشتبكوا مع بعض، لا دي حاجه ترجع لكم انتوا، احنا في الاول وفي الاخر احنا بننقل الحاجه اللي موجوده وبننقل الحقيقه. حاولوا يمنعونا واحنا جوه القاعه. بعدها بشويه حصل كبرت المشكله وبدأوا ان هم يخلوا قاعه الحريات واخلوا كل الصحفيين طلعونا بره. خرجنا في استراحه نقابه المحامين. اللي كانوا بيشتبكوا مع بعض جوه القاعه بقت الاشتباك كله خارج القاعه في استراحه المحامين، في استراحه نقابه المحامين. بدا الضرب والاعتداء ما بينهم. بعد كده لما سابونا الاثنين سابوا الاعتداء او الاشتباك منهم بعض وجم يعتدوا علينا احنا كصحفيين كنا بنصور. الاشتباك اللي كان بيحصل لقينا مسكوا الكاميرا وحاولوا ان هم يكسروا الكاميرا بتاعتنا. رجعت انا وصحفي زميلي في البديل، قعدنا نرجع لورا برضه فضلوا ماسكين فينا. انا ما رضيتش ان انا اسيب الكاميرا بتاعتي، فضلت مصر ان انا هاخد الكاميرا وهاخد الحاجات اللي عليها. هو كان كل همهم ان هم يمسحوا كل الحاجات اللي انا صورتها انا وزمايلي. بدانا ان احنا يزقونا، بدا الاعتداء عليا ان انا خلاص انا قلت لهم انا مش هسيب الكاميرا حتى لو بحياتي، وهفضل ماسك الكاميرا بتاعتي وانا مش هسيبها. قالوا خلاص هنسيبك بس بشرط ان انت تمسح كل حاجه انت صورتها. قلت له طب بعد اذنكم بس الكاميرا عشان ما تتكسرش. فبدانا ان احنا نخش، دخلوني جوه اوضه ما ينفعش ان احنا نخش فيها. رحنا تاني حته تانيه كده يعني زي سلم وفي مدخل، احنا واقفين في المدخل دوت. واحد جابني قال لي طب تعالى امسح الحاجات اللي انت صورتها. رحت معاه، بدات ان انا امسح شويه حاجات، بس هي حاجات تانيه. قدرت ان انا احافظ على الماده اللي انا صورتها وعلى الشواهد، الحمد لله ان انا قدرت احافظ عليها، وفعلا هي طلعت في الاخر. بعد كده بعد ما قلت له خلاص انا مسحت الكاميرا، اداني الكاميرا وقال لي خلاص شكرا، احنا مش محتاجين كل انتوا تكونوا موجودين جوه النقابه. قلت له ازاي ده شغلي وانا هفضل مستمر فيه؟ قال لي يا ريت تطلع بدل ما هيحصل لك مشكله وهيتم الاعتداء عليك بجد. بس هو ده كل اللي حصل معايا. ثواني يا باب الاسئله، المادة هناخد منها دلوقتي وهنتواصل معاك.